فاخدت فايلر بعد التمرين، اتكلمت معاه قلت له بص انا ما قعدتش معاك خالص قبل المباريات بتاعت الاعداد، فبس هو الواضح ان انت هتعتمد على شناوي وعلي تمام. ومصطفى تالتهم بس. قال لي منطقي لان انا ماشي. قلت له لا انا مش زعلان، بالعكس ده حقك بس، فانا ما عنديش مشكله يعني. انا تصنيفي الرابع ايوه بس. قال لي لا، قال لي انت مالكش تصنيف،